ألف سردة وسردة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا قرية ما بين النهرين. أغاتي أني من العراق، من بلاد ما بين النهرين، فكما تعرف نحن عندنا نهران، وبحكم تجوالي الطويل في المنافي الجميلة فلقد عرفت أن كل قرية في أوروبا أغاتي أو في أمريكا عيني فيها نهرين، لكن لأنهم شعوب مرتاحة فإن أي قرية من قراهم لم تسمي نفسها بقرية ما بين النهرين، ذلك لأن الأنهار شغلة طبيعية عندهم، بينما في ثقافتنا فإن النهر شغلة عجيبة، لذلك فإن اسم بلاد ما بين النهرين هو اسم للتمييز والتبجيل أيضا، كما أن مصر ميزت نفسها بالنيل والشام ببردة. لكن يا حسرة أغاتي أني جيت للشام أبحث عن بردة، هل الخلد الذي وعدوا به فإذا به أمامي دون أن أراه؟ المجرى فاضي لكن اسمه ما زال نهرا، حتى أنني أفكر بأن يستفيدوا من هذا المجرى كخط للمترو الذي ينوون إنشاءه بهالستين سنة. قل إن شاء الله أحسن من القعدة بالبيت، يعني معقولة نهر طويل عريض وله اسم في التاريخ يضل فاضي لا شغلة ولا عملة؟ يعني نهر عاطل عن العمل ما في غير أنه غير له وظيفته ونعبيه قطارات طالما السماء ترفض أن تملأه بالماء. المهم مالكم بالحديث، نحن عندنا نهر هنا ونهرين هناك وصرعنا الدنيا بهما، سمينا أنفسنا بأسمائها بينما هم غارقون بالماء ومع ذلك ما بيجيبوا سيرته. شو الحل؟ أحكي هذا بعد أن دخل الأمل على قلبي وأنا أمشي تحت الأمطار في الشام. إن الله يحبنا وإننا مقبلون على سنة خير خير، اللهم اجعله خير. هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.